إلى القواعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه ورحمه في قواعده، قال: قاعدة في بيان حقوق التصرفات، حقائق التصرفات. ثم قال رحمه الله في الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل، قال رحمه يوسف الله الشجون: وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط. يعني هذه المقاصة تسمى المقاصة. أنا لا أريد أفهم ما يريد في هذا الباب المقاصة، وما يريد في هذا المقاصة وإسقاط وإسقاط. هو بيقول في هذا الباب زكاة المقاصة لا نقل فيها من الجانبين. يا المسألة أن أنا ليه 100,000 وصار لي عندك مثلا 90,000، فبتبقى المقاصة ما عندي تسقط 90، يبقى لك كم 10 وتأتي بالعشرة. هذه المقاصة، هذه المقاصة جائزة عند العلماء في هذا الباب. توصيفها الشرعي ما هو؟ توصيفها الشرعي هل إبراء تمليك أم إسقاط؟ صحيح أنه في يدك أصلا، ها؟ هو في يدك أصلا، فبعضهم يقول هو إسقاط وبعضهم يقول هو تمليك. ما هو احنا ماشي، يبقى تمليك، يبقى بيع. لو بيع يبقى تمليك، خلاص بيع يدين بدين. هل يصح يكون بيع يدين بدين؟ فلذلك هو يقول اصلا فيها قال بها قال اسقاط. لكن هو ثاني اصلا التعقيب عليه بان هذا سقوط، مع سقوط ايضا الفرق يسير. لكنها هذه المقاصة يعني كاننا نقول ايضا مساله الربا في الزمم، اللي هو مساله ايش؟ الصرف في الزمم يصح يجوز. الصرف في الزمم يجوز وأصله وجيز عندك، صدقني عندك يا سبعاوي. ذلك بيني وبين الأجلين، يعني جزاك الله خير. بس خريبة انت بتقولها وانت نايم تماما. ممكن تفضل حضرتك، بدل ما تصب اشرب. صوتك هو اللي نايم، لكن عينك مش نايمه. شوف بص، انا اول مره اشوف واحد بينام بصوته، ما بينامش بعينيه، ده بينام بصوته. طب خد اشرب عشان صوتك يصحى. لا خد عشان يصحى. نعم. ها والله الله يهديكم. ماشي نصير، عندك نصير، اقسم لك عندك يا نصير، لما هتسمعه هتعرف انها عندك. طب انا ما قلتلوش انت تقول تفضل، يعني انت طب خلاص بقى، لا نخيب رجاك، تفضل. عزيز بن عمر رضي الله عنه عندك ولا مش عندك؟ حديث بن عمر قال: كنا نبيع بالدراهم ونعطي الدنانير، وانا ابيع بالدنانير ونعطي الدراهم. هذا صرف في الزمم اهو، لكنه اشترط بقى شروطه. لا باس اذا كان بسعر يومي، وان تتفرق وليس بينكما شيء. ماشي. القاعدة التي بعدها وهي الله رضي الله عنك وحفظك رب. والله أكبر، وأنا والله أحبك، والله نسأل الله يجمع بيننا في الجنة، وأحب كل الإخوة. والله أنتم عندي، والله لو حملت نعالكم فوق رأسي ما وفيت لكم حقكم، أقسم برب السماوات. ونسأل الله تعالى أن يجعلني خادما حق الخدمة لكم. تفضل. لا لا لا، بس حقا هو فرح انه عرفها وان وجدها عند اخيه، وهي عنده اصلا فهي عنده اصلا، فوافق الامر ما كان في القلب. طب قال الامام رحمه الله: ولا يقابل اسقاط حد القذف بشيء من الاعواض على الاصح. ولا ايش؟ ولا يقابل اسقاط حد القذف بشيء من الاعواض على الاصح. يعني هو حتى في التعقيب قال: الوجهان في إسقاط، يقال عليه الوجهان في إسقاط حق الشفعة ومقاعد الأسواق والرد بالعيب أيضا. المخالف ذلك والأستاذ أبو إسحاق حكى الإمام عنه في نهاية أنه قال: خالفت أصحابي في ثلاثة، لا يوجد العوض عند حد القذف، وهذا هو ما قاله ابن العز بن عبد السلام، لا يوجد العوض عند حد القذف. قالوا ذلك وأنا أقول يوجد. قال: ولا يوجد عن حق الشفعة، وأنا أقول يوجد. ويقولون لا يوجد عن مقاعد الأسواق، وأنا أقول يوجد. وترك الرد بالعيب وهو يقول فيه يوجد، ذكر الإمام مالك ذلك في آخر كتاب الشفعة. نعم. وقال ذكر الإمام آسف ما قال مالك ذكر الإمام، والإمام هنا يقصد بيمين لما يطلق الجويني، لا الجويني نهاية المطلب، لما يقول الإمام ها كمال الجويني.
اللهم امين. اللهم مكن لنا ولا تمكن عنا يا رب العالمين، انت ارحم الراحمين. الان انا طلبت منكم هذه المساله وانتم ما فعلتموها، صح ولا لا؟ الان بقى من اللي اشتغل بحث هذا في اسقاط حد القذف؟ انت اشتغلتها؟ لا، بقى بيجي مساله اخرى. كان بحثان شيء، ده بحث منهم. البحث الاولاني، هل المعصيه تسقط الراوي؟ نعم هذه، ودي ما حدش ما جبتهاش، حتى الاصول انت قلت عليها الان تدخلها ان شاء الله. ما بقولك تقولها. البحث الثاني كان على القصر. نعم كان على القصر. ايه؟ لا تعالى اما ده الثالث، دول كانوا مع بعض الاثنين. صدقني انا اتكلمت على القصر. القصر سالنا هل يمكن، هل القصر يمكن ان يسقط؟ او كاتبها، قولها بقى، بقول صوتك. انا المعتزلي عندي من اهل السنه والجماعه. لا يلا على حال. طب احسن، هل القذف يمكن ان يسقط؟ انا عامل فيها حق الله الا يسقط، او يسقط كيف يكون ذلك؟ عمرو العبيدي مش هيجيلنا باي. لا ما هو يعني هو الراجل ده كاتبها كامله وعندي الان اشوف السنه بين عيني الان ان شاء الله. الحقيقة أنه الحق في هذا الباب لا يوجد ما يكون معوضة لحد القصف. وهل صاحب المقذوف يسقط الحد؟ يعني أنا أرفع لولي الأمر، هل يسقط الحد إذا سامح أم لا؟ وهذا البحث أنا أردت منكم، لأنه حد القصف في تمحيد لحق الشخص أم هو الحق في حق لله وحق للشخص؟ هذا السؤال الذي سألته لكم. يبقى الإجابة عن هذه المسألة عندك، لكن هو الأصل في هذا الباب أنه قال لا يوجد أعواض. وصحيح أنه لا يوجد أعواض، لا يوجد أعواض، لأنه ما طبعا دي هتفهمك بقى أنه داخل في حد القصف إيه؟ حق الله. حق الله لا يكون فيه أعواض بحال من الأحوال. لذلك الشفعة لا يوجد إيش؟ لا يوجد لا أعواض. وأنا إسفرين يقول يوجد. أنتوا عارفين الشفعة لا يوجد لا أعواض، صح ولا لا؟ فيش، ها؟ كله مش متصور معايا، وده تعبني يا جماعة. قال فمن أخذ الأجرة على الشفعة فقد فتح باب من أبواب الربا. هل يأخذ بها أعواض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نبيه على لسان نبيه ما يشاء. فصارت تعبدا محضا، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولو كان اشتراك التعبد أصلا بحقين فحق الله يأبى الأعواض، حق الله يأبى العوض، لأن ثابت الأجر في الآخرة. فأكون هذا الإسقاط هو الصحيح في هذا الباب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.